مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من البلاد اليوم. في حلقه اليوم جزءنا الاول سنخصصه لقطاع التربيه بموضوعين اساسيين. الموضوع الاول يتعلق بالاجتماع الذي عقده وزير التربيه عبد الحكيم بالعابد مع ممثلين عن النقابات الوطنيه المعتمده في قطاع التربيه. الهدف هو ضبط آخر التحذيرات للدخول المدرسي الذي سيكون إن شاء الله في 21 من الشهر الحالي، استشارات للنقابات المعتمدة في القطاع والاستئناس برأيها حول نقطة أساسية، كيفية تنظيم الدراسة خلال الموسم الدراسي القادم. لما نسأل عن الكيفية فهي تتعلق بالتفويج أم عدم التفويج. يبدو أن الاتجاه العام حاليا هو العودة إلى الوضع الطبيعي والتخلي عن نظام التفويج الذي فرضته ظروف جائحة كورونا لسنتين متتاليتين في الجزائر. طبعا سنتحدث حول هذه الإجراءات، سنتحدث عن أهم ما رشح عن هذه الاجتماعات، خصوصا أنه كان في اجتماع سابق بين وزير التربية وممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ يوم الاثنين الماضي. هناك اجتماعات أيضا بالتوازي بين قطاع التربية مع قطاع الصحة، وخصوصا اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطور وباء كورونا في الجزائر. أقول الاتجاه العام حاليا هو العودة إلى الوضع الطبيعي وليس بنظام التفويج. هذا موضوعنا الأول في قطاع التربية. موضوع آخر، في مفتش مركزي في وزارة التربية أدلى اليوم بتصريحات للإذاعة الوطنية تتعلق بتدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي. العنوان الأبرز هو فتح باب التوظيف ل5000 أستاذ كمتعاقدين لتدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي. سنتساءل كيف سيتم التوظيف، بأي إطار، الأرضية الرقمية وأهم المعلومات الخاصة بهذا التوظيف. في جزئنا الثاني إن شاء الله سنتحدث حول تصريحات وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة بوفاريك، والتي أعطت المزيد من التفاصيل حول قضية قتل الأستاذ يوسف سليمان في ولاية البليدة في منطقة الصمعة تحديدا، والجريمة التي أثارت استياء كبيرا وضجة كبيرة نظرا للوحشية التي تمت بها. كما تحدث أيضا حول تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للمرة الثانية على التوالي في ظرف أسبوع فقط، يترجى ويقول أنه يأمل أن يتم استقباله في الجزائر لإصلاح العلاقات التي مرت بفترة توتر نتيجة للمواقف لحكومته إزاء قضية الصحراء الغربية والتي اعترضت عليها الجزائر. طبعا في موضوعنا الأول المتعلق بقطاع التربية نبدأ بالاجتماع الذي جمع النقابات مع وزير القطاع وأهم ما رشح عنها. أسعد بأن يكون معي عبر الهاتف الأستاذ مسعود عمراوي النقابي والبرلماني السابق. أهلا بك أستاذ عمراوي. أهلا وسهلا. ومعنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام في نقابة الكنابيست. أهلا بك أستاذ بوديبة. أستاذ مسعود بوديبة هل تسمعني؟ نرجو من الزملاء أن يجهزوا الاتصال بالأستاذ مسعود بوديبة حتى نسمعه، خصوصا أن سؤالي الأول كان من المفروض أن يكون له لأنه كممثل لنقابة الكنابيست، كيف جرى هذا الاجتماع وما الذي تم تداوله وتباحثه. لكن خليني أذهب إلى الأستاذ مسعود عمراوي حتى يجهز الاتصال مع الأستاذ بوديبة. أستاذ عمراوي، في رأيك الأمور يبدو أنها ماضية نحو الدراسة بالطريقة الطبيعية، التفويج خلاص، كورونا الحمد لله تجاوزناها، لن نتجاوزها يعني صفريا في قضية الأرقام، لكن الوضع عام مطمئن وحان الآن موعد العودة إلى طريقة الدراسة العادية. نعم، من الطبيعي ما دام الظرف الاستثنائي قد ولى لابد أن تكون الدراسة بصورة طبيعية، غير أنه ينبغي على وزارة التربية أن تراعي ظروف ومهمة جدا بالنسبة للتعليم الابتدائي. لا يعقل أبدا أن يبقى يدرس بهذه الطريقة ويدرس نصف المقرر، وأعتقد أن وزارة التربية من أجل ضمان أن أبنائنا التلاميذ في التعليم الابتدائي يدرسوا مقررا كاملا عليها، أعتقد أن يكون هناك أمرين، إما تستعمل طريقة أنها تدرس بنظام الدوامين على الأقل لنضمن أن لا يكون هناك اكتظاظ، لأن الاكتظاظ يؤثر سلبا سواء على راحة الأستاذ أو استيعاب التلميذ.
أما بالنسبة للتعليمين المتوسط والثانوي، أعتقد أن وزارة التربية من خلال عملية التفويج، فإن الأساتذة في هذين الطورين علم نسبة كبيرة من البرامج، وأن التجربة أثبتت خاصة في شهادة البكالوريا. أعتقد أن وزارة التربية تقتضي منها أن تشكل فوجا بيداغوجيا من المفتشين لتقييم هذه المرحلة. وأعتقد في نظري إن كانت العملية ناجحة أن تلجأ إلى نظام الدوام الواحد. لماذا لا تكون الدراسة كبعض الدول من الساعة 8 إلى الساعة 13 أو 13:30 وينتهي الأمر؟ لكن أنت تعلم أستاذ مسعود عمراوي أن هذا مرتبط ببنية تحتية مطلوبة جدا وكادر بشري أيضا مطلوب، وهذا مهما تكون يعني تقدم يعني قطاع التربية في الجزائر نحن لم نصل إلى هذه النقطة. يعني هو نفس الحجم الساعي تقريبا ونفس التوقيت، ولكن طريقة العمل، نحن جربنا مدة سنتين كاملتين في ظرف استثنائي، ووزارة التربية دون شك ينبغي. لكن في هذا الظرف الاستثنائي أستاذ عمراوي، بالمقابل أيضا أنه المقررات لم يتم التقدم فيها أحيانا نصف المقرر، لأنه تقريبا الأستاذ يبقى في نفس الدرس لأسبوع كامل ويعيده على مجموعة من الأفواج. يعني إذا كانت هذا العدد الصغير مليح، لكن أيضا في نسبة تقدم في المقرر هذا أيضا تكلفة دفعها القطاع. بالنسبة للتعليم الابتدائي كلامك صحيح، فإن التلميذ درس نصف المقرر فقط، وكان يفترض كذلك على وزارة التربية أن تخفف البرنامج، لأن في التعليم الابتدائي بكل وضوح هناك مواد كان بإمكاننا الاستغناء عنها خاصة في الطور الأول، مثل التربية التكنولوجية والتاريخ والجغرافيا. كان بإمكان هذه المواد أن تكون لها مواضيع في المطالعة ليطلع عليها التلميذ لا أكثر ولا أقل. فالبرنامج كثيف، وبالتالي يمكن لوزارة التربية أن تجد حلولا أخرى. وقد ذكرت يمكن بالنسبة للتعليم الابتدائي إلى أن تلجأ الوزارة إلى نظام الدوامين لكي لا يكون هناك اكتظاظ في الإقسام، لأن الاكتظاظ هو وضع كارثي ومأساوي. لقد طالبنا لسنوات بضرورة أن الدولة يجب عليها أن توفر القسم النموذجي ولم تتمكن. أما بالنسبة للتعليم المتوسط والتعليم الثانوي، فإن نسبة 80% من الدروس فهي تقدم. أنا قلت مدة سنتين كان بإمكان وزارة التربية أن تقوم بعملية تقييم لهذه الفترة. إن كان الظرف ملائم ومناسب فهي تعرف كيف تكيف العملية. إن كان هناك قصور كبير في التحصيل العلمي يجب عليها أن تجد آليات. نعم، كما وظفت مشرفي التربية في التعليم الابتدائي وهي نقطة إيجابية نثمنها، يمكنها كذلك أن تضيف أساتذة آخرون وهم في انتظار بعد تخرجهم من الجامعات لتستعين بهم على الأقل لتخفيف العبء على الأستاذ، لأنه غير معقول أن يدرس الأستاذ فوجا تربويا فيه 40 تلميذ فصاعدا. كان من الواجب على وزارة التربية أن تجد آليات بحيث لا يتعدى عدد تلاميذ القسم الواحد 30 تلميذ. وهذا هو المطلوب. أعتقد أن وزارة التربية اليوم التقت مع النقابات باعتبارهم شركاء اجتماعيين، ومن الطبيعي أن يكونوا قد قدموا لها مقترحاتها باعتبارهم أهل الميدان. نعم، واليوم يعني هذه النقابات أستاذ مسعود عمراوي أكيد أنه ما قدمته جاء بعد مشاورات أخرى سبقتها جمعيات أولياء التلاميذ الممثلة لأولياء التلاميذ هنا في الجزائر. تقريبا لا يوجد قرار مباشر من السلطات حول هذا الموضوع، لكن يبدو أن القرار قد اتخذ، خصوصا بعدما تصرح وزير التربية أدلى بتصريحات جد قريبة من قضية أنه سيتم التدريس وفق النظام العادي وليس بنظام التفويج، وأيضا تصريحات لوزير الصحة وهو أيضا القطاع الآخر الذي سيقول أيضا كلمة ستكون لها الفصل في هذا القرار. الأمور واضح جدا هذه السنة أستاذ عمراوي، سنتخلى عن التفويج. نعم، أنا أعتقد أن منهم فعلا بإمكانهم أن يقدموا اقتراحات عملية باعتبارهم أهل الميدان هم الشركاء الاجتماعيون أي الأساتذة بالدرجة الأولى والفريق التربوي والإداري.
بخصوص الأولياء يعتبرون فعلا من الجماعة التربوية، ولكن نعم لا أستاذ يمكن عمراوي، يعطي. اسمح لي فقط مادام عاد معنا الأستاذ مسعود بوديبة حتى نغتنم الفرصة ونغتنم الوقت. أستاذ بوديبة، كنت سأسألك بداية، أرحب بك ثانيا، كنت سأسألك عن أجواء هذا اللقاء وعن أهم ما دار به وعن أهم الأفكار التي تم تقديمها ومناقشتها. أولا مساء الخير لكم ولضيوفك أستاذ الكرام بوديبة، لا وكل أعتقد أن، لا مشاهديكم. تفضل. نعم أتفضل أستاذ، كنت سألتك عن اللقاء وما الذي جرى فيه. نعم قلت ممكن سأفاجئك بأننا نحن كنقابة كنابيس لم نتلقى دعوة رسمية لهذا اللقاء، معناها نقابة كنابيس لم تحضر اللقاء اليوم كلقاء إعلاني. من حق كل النقابات أنها تكون حاضرة، ونحن أول من انتقدنا غياب ثقافة التشاور في أهم المسائل المطروحة اليوم في قطاع التربية الوطنية. ولاحظنا بأنه في الفترة الأخيرة عديد القضايا الجوهرية أبعد الشركاء الاجتماعيين اللي هم النقابات عن إبداء رأيهم، سواء ما تعلق بالدخول المدرسي أو ما يتعلق بالنظام الذي سيعتمد خلال هذه السنة الدراسية أو مسائل أخرى تربوية تم إدراج هذه السنة أستاذ أو بوديبة، هي يعني حتى مطروحة في قضية الدعوات هذه التي السنة. قدمت حتى نسأل ونفهم، هو قدموهم يعني سيكون اللقاء على شكل يعني كل مرة فيه لقاء مع مجموعة من النقابات، أم أنه خلاص هذه هي مجمل النقابات وهذه هي القائمة وانتهت المشاورات؟ حتى هو نفهم. القائمة مطلع على القائمة المعنية تجد كل النقابات، لكن الدعوات الرسمية لم تبلغ لكل النقابات، وهذا تساؤل مطروح. نحن لدينا عديد التساؤلات في مثل هذه الأمور، وأمر لم يحدث من قبل. ولوزارة التربية الوطنية كل الوسائل من أجل تبليغ النقابات طبعا، ولو رسميا ان الان، بالتعاون طبعا المشاكل. استاذ بوديبه، والان انا اعطيك فرصه حتى تعطي هذه النصائح وهذه ربما ما يمكن ان تقوله في مثل هذه المواقف بالنسبه للسلطات وحتى بالنسبه للاسره التربويه بخصوص قضيه طريقه الدراسه، التفويج ام الوضع الطبيعي وكيف ننظم هذا؟ تفضل استاذ. طبعا مسألة النظام المدرسي الذي يمكن اعتماده كما تلاحظون بأنه من المفروض هذا الأمر تكون ملامحه أو معالمه واضحة قبل، على الأقل قبل شهر سبتمبر. نحن إلى اليوم على مقربة من الدخول المدرسي، لا زال هذا الأمر غير واضح، دليل على أن هناك غموض، دليل على أن الوضعية الصحية ليست مضبوطة بالشكل الذي يجعلنا نتخذ القرار بوضوح. وثانيا تحذيرات الدخول المدرسي وضبط أو التعامل مع أي نظام متبع ليس بالسهولة بمكان. لذلك نحن نرى بأن إذا كانت اللجنة العلمية المكلفة في متابعة انتشار الوباء وتطوراته أقرت بنظرة استشرافية بأن الوضع الصحي بإمكاننا أن نعود إلى النظام العادي، فنحن نقول بأن العودة إلى النظام العادي تتطلب تدرج وتتطلب أننا نحضر أنفسنا بالتدريج إلى مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة تتوافق وقانون التوجيهي للتربية الوطنية، وثانيا الوضع الصحي الذي ينبئنا بمفاجآت مستقبلية. نعم، معناها العودة إلى الدراسة تكون بكيفية حتى وإن كانت هناك مفاجآت
يمكن أن نتعامل مع الوضع ويمكن أننا نسير بصفة عادية. نعم. ولذلك نحن مقترحاتنا التي قدمناها في حالة العودة التدريجية هو تبني أقسام لا تتجاوز 300 في القسم. تقريبا أنت تتفق في هذا الرقم مع الأستاذ عمراوي. نعم. يطمح إلى أننا نصل إلى 25% في القسم. هذا من جهة. من جهة ثانية الوضع الصحي أو التقارير الصحية تشير بأن الأوبئة أو انتشار الأوبئة في العالم كله هذه ظاهرة أو تخوفات كبيرة من انتشارها في المستقبل، وبالتالي نحضر أنفسنا بوسط مدرسي ملائم لأي وضعية صحية مستقبلية تكون متوقعة. نعم. هذا من جهة. ثانيا أننا نتفادى اكتظاظ محتمل خصوصا مع ارتفاع عدد التلاميذ، وثانيا أننا في السنة الماضية تبنينا أكواش تربوية. هذه الأكواش التربوية تبنيناها كأقسام وكانت تقريبا ب 30 35%.